سادتي الأعزاء، كنا قد تحدثنا فيما مضى من هذه السلسلة من الأحاديث عن مدينة بغداد، عن قصة اختيار موضعها وما جرى بشأن ذلك من استعدادات واسعة وبحث عن المكان، ويعني هذه الأمور كنا قد تحدثنا عنها ولا نحب أن نطيل فيها القول. ووصلنا في الحديث السابق إلى تخطيط مدينة بغداد، وقلنا أن هذا التخطيط لم يكن عشوائيا أو لم يكن متسرعا، كما أن جميع الخطوات التي سبقت لم تكن متسرعة. المنصور استغرق وقتا طويلا في اختيار المكان، واستعان بعدد كبير من المستشارين، بل واستعان أيضا بالناس، بالشعب، بأعيان الناس، بأصحاب القرى في هذا الاختيار. فكان من الطبيعي أيضا أن يعتمد على نخبة من المهندسين والضليعين في ما يعرف بوزن الأرض، أي يعني تقدير ارتفاعاتها وتقسيم الأرض وما إلى ذلك، يعني المساحين، من أجل أن يجري تصميم المدينة على الأرض مباشرة، يعني نقلها من الورق إلى الأرض على نحو دقيق وسليم. وقلنا أيضا أن المنصور استعان بمن له خبرة في مثل هذه الشؤون، بحيث أن التصميم الذي جرى كان مطابقا تماما للخارطة التي وضعت على الورق، يعني التخطيط المدينة على الأرض جاء مطابقا لتخطيطها على الورق. وحفرت الأسس بما يوافق هذا التخطيط. وذكرنا أيضا أن المنصور أحب في أن يشاهد بنفسه كيف تبدو المدينة على الأرض مخططة كاملة مرة واحدة، فأمر بوضع بذر القطن على حدود المدينة، يعني الأبواب والخنادق والقصر الرئيسي يعني دروب وما إلى ذلك، خططت ببذر القطن ونفطت، أي رشت بالنفط، وأمر بأن تشعل مرة واحدة، فأشعلت النار فيها، فبدت كأنها لوحة كبيرة مضيئة، شاهدها وأعجب بها ورضي عنها. بدأت عملية الاستعداد لوضع الأسس أو لوضع الآجر، قطع الآجر في الأسس، وهو الذي رفع أول قطعة آجر، يعني طابوق، وهي كبيرة الحجم نسبيا، يعني بحدود ذراع في ذراع، يعني 50 سنتيمتر في 50 سنتيمتر أو أقل من ذلك قليلا. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. ثم قال: ابنوا على بركة الله. كانت هذه الإشارة هي بدء العمل، فوضع العمال جميعا وهم يعني في كل مكان من هذه المدينة المحفورة الأسس، وضعوا الآجر في قعر الأسس، وبدأ البناء بالارتفاع حتى بلغ بعد حين يعني نحو قامة كما يقال، يعني طول إنسان متوسط الطول، وتوقف قليلا نتيجة لما كانت تمر به الدولة من مشاكل وتحديات، ثم استؤنف العمل واكتمل معظمها حقيقة، عدا بعض الجوانب خاصة الخارجية يعني. واستقر المنصور فيها ونقل الدواوين رسميا وبدأ الناس يسكنون فيها. نريد هنا أن نتوقف قليلا عند وصف هذه المدينة. تحدثنا عن إنشائها ولم نتحدث عن شكلها. المدينة كانت مدورة تماما،
حصينة إلى حد كبير، مع أنها أنشئت في سهل رسوبي يخلو من الصخور الطبيعية، فكان أن صنعت أعداد كبيرة جدا من قطع الآجر أو الطابوق، جبل من الآجر طابوق. يعني لما نتصور أن ثخن الجدار السور عند الأرض كان يبلغ نحو 25 إلى 40، يعني السور الخارجي والسور الداخلي إلى 40 ذراعا، يعني 20 متر تقريبا أو أقل من ذلك قليلا أو أكثر. معنى ذلك أنه يعني مثل هكذا ثخن كان يستوجب صنع كمية كبيرة من قطع الآجر، وبارتفاع يصل إلى 30 ذراعا، يعني 15 مترا أو أكثر. روايات المؤرخين هنا تختلف بعض الاختلاف، يعني أنه كان يلزمه معامل لصناعة الآجر، ولذلك نتصور أنه أنشأ عدد من الكور الجيدة التي تصنع الطابوق الجيد للبناء، فضلا عن الجص ومواد البناء الأخرى التي كانت تستحضر إلى المدينة المؤقتة التي أنشأها للعمال، والتي بلغ عدد سكانها نحو 100,000 عامل على تقدير بعض المؤرخين، وربما في ذلك بعض المبالغة، ولكن يبقى أننا نستطيع أن نتصور ضخامة العاملين فيها. كيف كانت تبدو المدينة؟ ما هي أهم عناصرها؟ المدينة قلنا مدورة، تحيط بها أو يحيط بها خندق واحد يأخذ شكل سورها الخارجي تماماً، ويأخذ هذا الخندق مياهه من نهر قريب لم يكن نهر دجلة، وإنما كان نهر يسمى نهر كرخايا، ونهر كرخايا كان نهر يأخذ مياهه من نهر الفرات مباشرة ويقترب من دجلة في هذا المكان، فأوصل الخندق بهذا النهر وأصبح الخندق مليئا بالماء بفعل تدفق مياه نهر كرخايا إليه. ثم هناك مسنات، ويجب أن تكون هناك مسنات لأن الماء كان كفيل بأضعاف الأسس، ويرتفع عليها سور خارجي، ثم فصيل، ما يسمى فصيل أي فسحة أو فراغ بين هذا السور وسور آخر يليه وهو أضخم من سابقه ويسمى السور الأعظم، أعلى وأضخم. ثم وبين البابين هناك ممر، يعني مسقف، ومنه يعني ينفذ السائر إلى مجموعة من الطيقان أو طاقات، وفيها مرافق الدولة والأسواق ودور الموظفين ودور العسكر وإلى غير ذلك، وبعد عدد من هذه المنشآت يصل إلى الرحبة العظمى. الرحبة العظمى هي ساحة كبيرة في وسط المدينة، وفي قلب هذه المدينة أي في مركزها تماما يقع الجامع الكبير، جامع المدينة، وبلصقه تماما قصر المنصور نفسه، وفيه دواوينه التي لها علاقة تماما بوجوده أو تتعلق بقراره، لأن هناك دواوين في خارج هذا المكان. هذا هو شكل المدينة يعني الذي وصفه المؤرخون، سور خارجي ثم السور داخلي ثم مجموعة من الدور تأخذ شكلا دائريا تماما، وفراغ أو فسحة كبيرة، وقصر المنصور وجامعه. قصر المنصور حقيقة كان شيئا مهما ولافتا للنظر تماما، كان قصرا أشاد المؤرخون بارتفاعه وبسعته، كان يضم أيضا كما ذكرت بعض الدوائر المهمة للدولة، وفيه قاعة العرش التي تعلوها قبة عرفت بالقبة الخضراء،
وكان الناس يتفاءلون بهذه القبة الخضراء، وبقيت فترة طويلة حتى انهارت تماما قبل سقوط بغداد أو احتلالها من قبل المغول سنة 653، يعني دامت نحو 4 قرون سليمة. وهذه الصالة أو هذه القاعة كان يجلس فيها المنصور، وتحيط بها يعني حجرات لحاشية الخليفة ولموظفيه وغير ذلك. أما الجامع فكان هو الجامع الوحيد في المدينة وفي المنطقة قبل أن تبنى الجوامع الأخرى في الرصافة وفي غيرها، وكان الناس يقصدونه للصلاة خاصة صلاة الجمعة. وفي هذا الجامع أو من على منبر هذا الجامع كانت تلقى خطبة الجمعة، اللي هي في الغالب الخطبة المعبرة عن رأي الدولة في الأمور التي تحدث، وبالتالي لها مفهوم سياسي ولها أهمية خاصة في ذلك الظرف. فوق قصر المنصور قلنا هناك قبة الخضراء، وعلى أعلى القبة هناك تمثال غريب الخبر حقيقة، يعني كأنه يمثل فارسا أو شيء من هذا القبيل، ويتحرك وفقا لاتجاه الريح. ولكن الناس كانوا يعني اعتادوا على القول بأنه يتحرك باتجاه المناطق التي تشهد خطرا ما على الدولة، فكأنه يؤشر إلى مناطق التمرد أو مناطق التي تستلزم يعني من الدولة السعي لاستتباب الأمن فيها، مع أن هذا أمر مستحيل، لأنه هو سيبقى يعني هو يدور على نفسه، سيبقى يدور من كل الاتجاهات الأربعة حسب اتجاه الريح. ولكن الناس اعتقدوا بأن لحركته مدلول سياسي، كأنه يؤشر إلى مكان من الأخطار التي تواجه الدولة. على أي حال، القصر كان يعني بدعا في العمارة وفي فخامة البناء، وكان أضخم قصرا بناه العباسيون منذ تأسيس دولتهم بلا شك في ذلك. المسألة التي يعني ينبغي التوقف عندها هنا هي مشكلة واجهت المنصور تتعلق بتجهيز المدينة بمياه الشرب. المؤرخون هنا يريدون عددا من الروايات حول هذه المسألة، ونحن نقف من معظمها في موقف الشك والنقد. هناك رواية تقول بأن المنصور كأنه نسي أن يعني يهتم بقضية مياه، توفير مياه الشرب في المدينة، وهذا محال، لأن من يخطط هذه المدينة وهو لم يخططها وحده، هناك أساطين المهندسين شاركوا في تخطيطها، فكيف ينسى مسألة أساسية جدا وهي توفير مياه الشرب؟ حتى أن هؤلاء المؤرخين قالوا بأن وفدا من الروم جاء إلى المنصور، والمنصور يعني فرجه على مدينته مفتخرا بها متباهيا، وقال له كيف تراها؟ قال أنها رائعة تماما، ولكن هناك مشكلتان. الأولى أنك لو حوصرت سيمتنع أو سوف لن يجد الناس ماء للشرب، وهذا أول مسألة وهي التي سنتحدث عنها، وننتقل إلى الانتقاد الآخر فيما بعد. وتقول الرواية أن المنصور حين ذاك أحس بهذا الخطأ الذي يعني هو في صميم التخطيط، فأمر بحفر قناة تحت الأرض يعني مبنية بالآجر والصاروج، يعني الآجر الجص والصاروج هي النورة وأخلاطها الجص، وهذه القناة تمتد باتجاه شمالي غربي، أي باتجاه يعني تقريبا الهبنة في الشمال الغربي أو في غرب الكاظمية الحالية،
عند يعني طريق الموصل، وهذا وهذه القناة كانت تأخذ المياه من نهر كرخايا أيضا وتدخل من خلال هذا النفق أو يعني النفق المسقف المبني إلى قصره، وأصبح الماء ينساب إلى داخل المدينة ويدور فيها من خلال هذا النهر. هذه المسألة حقيقة نقف عندها بعض الشيء، لأن لا يعقل أن المنصور نسي هذا. هو في المرحلة الأولى حفر عددا كبيرا من الآبار لغرض اللبن، يعني صناعة الطابوق واللبن وما إلى ذلك، فكيف ينسى هذه المسألة وقد اكتمل البناء؟ ثانيا أن حفر هذا الخندق الكبير والمبني بالجص والطابوق كيف يبنيه وقد اكتمل البناء؟ هذا شيء صعب جدا. وإنما الأدعى للقبول أنه حفر مع بناء المدينة وبنيت فوقه المباني الأخرى والطرق وغير ذلك، وبني فوقه السور، وحقيقة السور وسور آخر، وحتى وصل إلى نهر كرخايا. هذا هو الأدعى للقبول، لأنه لا يمكن أن يكون الأمر في خلاف ذلك. هناك رواية أخرى تقول أن المنصور أيضا يعني نبه بعد الفراغ من مدينته والانتقال إليها إلى مسألة المياه وعدم توفر المياه الشرب داخل المدينة. الرواية تقول أن عم للمنصور كان رجلا شيخا كبيرا، وكان المنصور قد منع دخول الدواب والراكبين يعني على الدواب إلى داخل الرحبة، إلى داخل قلب المدينة المدورة، فشكى له هذا العم. قال له: يا أمير المؤمنين، أنا رجل شيخ ويعني تعبان صحتي، فأرجو منك أن تسمح لي بالدخول راكبا إلى قصرك. فقال يعني لا، كان جوابه سلبيا، لا يريد أن يستثني عمه عن ما أمر به للعموم يعني. فقال: طيب، إذا دعني أركب أحد بغال الرواية. بغال الرواية يعني البغال التي تنقل القرب الماء إلى داخل المدينة، السقة يعني الذي يستخدم البغال لهذه الغاية. فكأن المنصور انتبه، قال: وبغال الرواية تدخل إلى رحابي؟ قال: نعم. فأمر حين ذاك بمد قنوات من الساج، يعني خشب الصاج، مرفوعة على عقود، وتأخذ المياه من كرد. الكرد أو الدولاب كما تقول المصادر، اللي هو الناعور الذي تحركه الدواب، الكرد أو الشرد. ونصب هذا الكرد على ضفة دجلة القريبة، وأصبح الماء يرفع عن طريق القرب المثبتة في عجلة هذا الناعور أو هذا الدولاب، وينساب الماء من فوق إلى قناة الساج هذه وينحدر إلى قصره. الرواية يعني تكاد لا يقبلها عقل، لأنه يستحيل أن المنصور لم يكن يعرف بأن، طيب لم يتساءل من أين يأتي هذا الماء الذي يشربه؟ يعني حتى جاء هذا العم لينبهه إلى أن هناك بغال الرواية تأتي وتنقل معها الماء الشرب. هذه الروايات حقيقة يعني غير كافية، غير مقنعة. والأدعى للقبول أن مشكلة توفير مياه الشرب كانت قد عولجت منذ التصميم الأول للمدينة، وكانت هذه القناة العجيبة التي هي تحت الأرض عميقة وواسعة، وبين كل مسافة وأخرى هناك فتحة في أعلاها وبمسافات متساوية ومبنية بناء محكما، وتمتد نحو فرسخين كما يقول المنصور نفسه حين قال لأتباعه: أتعلمون أن لو حوصرت في هذه المدينة أستطيع أن أخرج منها من بعد فرسخين؟ قالوا، وكان يشير إلى هذا النفق، إلى هذه القناة المعقودة يعني المبنية بالطابوق والجص وغير ذلك. وسنتحدث ربما عن بقايا هذه القناة وكيف دلت بقاياها على مكان القصر في العهود المتأخرة.
المدينة إذن كانت مدينة مكتملة، ولذلك لم يكن غريبا على الوفد الرومي كما تقول الرواية أن يعجب بها. لو استثنينا هذه الملاحظة وملاحظة أخرى، قالوا له أن أسرارك، أسرار الدولة، أسرارك يطلع عليها أعدائك. قال كيف؟ قالوا هناك الأسواق، وفي الأسواق لا تستطيع أن تمنع الناس من الدخول، أما بائعين أو مشترين، وبالتالي سيطلع هؤلاء على أسرارك وينقلونها إلى أعدائك. فكأن المنصور أدرك هذه المسألة وأمر بنقل الأسواق إلى خارج المدينة المدورة، وخطط لها وبنى هناك يعني حي تجاري آخر. ولنا في حديث مقبل أيضا وقفة عند هذه الرواية.